عمرك شفت حكم بلع صفارته؟ هنري ديلوني رئيس الاتحاد الفرنسي السابق وصاحب فكرة انشاء بطولة اليورو، لاعب صاحب مسيرة كبيرة جدا في الكورة، وبعد ما اعتزل اتجه للتحكيم. ورغم ان الراجل ده ليه تاريخ كبير وصاحب فكرة انشاء اليورو، الا ان هو لما اتجه للتحكيم كان ليه وقعة مشهورة جدا، وهي انه هو بيحكم ماتش من الماتشات لاعب كان بيلعب ضربة حرة وديلوني كان واقف في مكان غلط. وقتها محدش ركز في اي حاجة غير ان الكورة خبطت في وش ديلوني. الكرة دي تسببت في ان ديلوني يبلع صفارته ومعاها سنتين كمان. اعتقد بصراحة مفيش الم اكتر من كده، ومن بعدها الراجل ما شافش الملعب تاني، واتجه من بعدها للعمل الاداري عشان تبدا رحلته في انشاء بطولة اليورو، واللي تم تاسيسها بعد وفاته بخمس سنين. نطلع من هنا ونروح لقصة الموت المفاجئ. هتقول لي يعني احنا بتوع كورة ايه اللي يودينا للحاجات دي؟ هقول لك يا معلم، الموت المفاجئ هو الجولدن جول. سنة 93 استحدث فيفا قانون جديد عرف بعد كده بالجولدن جول، وهو هدف بيستخدم لتحديد الفائز من المباراة في حالة التعادل بعد انتهاء الوقت الأصلي. كان الهدف من القانون ده في الوقت ده الحد من الماتشات اللي بتنتهي بركلات الترجيح واللي زادت قوي في الفترة دي. وفي الأول فيفا أطلق على الهدف ده اسم sudden death أو الموت المفاجئ، ولكن المصطلح ده كان بيدل على دلالات سلبية، وده اللي خلى فيفا بعد كده تغيره للجولدن جول. بدأ العمل رسميا لأول مرة بالهدف الذهبي في يورو 96، بعد أن تم الاتفاق بين فيفا والاتحاد الأوروبي عشان يتم تنفيذه لأول مرة في يورو 96. ونتيجة للهدف الذهبي قدر المنتخب الألماني ياخد يورو 96 بهدف ذهبي على حساب التشيك. آخر قصة معانا النهاردة هي ضرب الجزاء مكتوبة في التاريخ. خلال بطولة يورو 76 كسب منتخب تشيكوسلوفاكيا البطولة بعد عبور ألمانيا في النهائي، ولكن مش ده المهم بالنسبة لنا. المهم بالنسبة لنا هم كسبوا البطولة دي ازاي. في يوم 20 يونيو وعلى أرضية استاد النجم الأحمر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ووصلنا لركلات الترجيح، ووصلنا كمان للركلة الأخيرة اللي هتحسم الماتش. لو تم تسجيلها تكسب تشيكوسلوفاكيا البطولة. يدخل لاعب اسمه أنتونين بانينكا عشان يلعب الركلة الأخيرة والاستاد كله واقف على رجله، ويلعب بانينكا الكوره بطريقه غريبه جدا ويحطها في نص الجون بتشيب عشان تبقى ركله ترجيح تاريخيه وتتكتب باسمه عشان اي حد يجي بعد كده يقلده تبقى على طريقه بانينكا.